اليوم يسعدنا ويشرفنا أن نستمع لكلمة دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة دكتورة رانيا المرشاط وزير التعاون الدولي، السيدات والسادة الوزراء أعضاء الحكومة المصرية، السيدة أوديل رينو باسو رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة جيلوسيمينا فيليوتي النائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، السيدة موكي شيمانا نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإفاد، السيدات والسادة سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة ورؤساء وممثلي المؤسسات الدولية، السيدات والسادة ممثلي القطاع الخاص، الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص التحية والترحيب بالسادة الحضور، كما أثمن علاقات التعاون المشترك الناجحة والتي تمثل أحد أهم الأعمدة الرئيسية في هيكل التعاون والتمويل الإنمائي في مصر. ولقد أصبحت التغيرات المناخية قضية تلاحقنا تداعياتها بشكل لحظي، وأصبحت البصمة البيئية عنصراً مهماً في المشروعات والأنشطة الإنمائية، بداية من مرحلة التصميم وحتى التنفيذ والوصول إلى مسارات الاستدامة، والتي من شأنها أن تساعد في أن تنعم المجتمعات والأجيال القادمة بصحة جيدة ومستقبل أفضل. وقد اجتمعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على رؤية موحدة، وصدقت على اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، وعزمت على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إنقاذ مستقبل هذا الكوكب من كوارث بيئية عديدة لمسنا بعضا منها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي للأسف الشديد تسببت في أضرار كارثية لحقت بالمجتمعات الأكثر احتياجاً ومن بينها النساء والشباب. السادة الحضور، إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية بدرجة كبيرة، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام، وبغض النظر عن الجهود المضنية التي تقوم بها الدول النامية في مواجهة التحديات الإنمائية متعددة الأبعاد والتغيرات المناخية، إلا أن هناك فجوة ملموسة في الربط بين أبعاد القضية المناخية وأنشطة التنمية تحت مظلة وفلسفة إنمائية شاملة، فهناك روابط مشتركة بين أنشطة التنمية والعمل المناخي، ويكمل كل منهما الآخر. ومن هذا المنطلق، وفي إطار رئاستها واستضافتها للدورة 27 من مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، أطلقت مصر العديد من المبادرات المناخية التي تسعى من خلالها إلى تحفيز العمل المناخي بشكل أكثر استدامة وفاعلية، وكذلك الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والمنصة الوطنية برنامج نوافي. وبالتكامل مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومحاور العمل المناخي التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود، أظهرت المنصة الوطنية نوفي ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه ومعها النقل من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات. الحضور الكريم، إن الأمل في التغلب على تحدي تغير المناخ لا يزال قائماً إذا ما توفرت الإرادة والعزيمة، وهو ما تسعى إليه مصر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف والتحول الهيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات الخضراء، واتصالاً بتوصيات البيان المشترك الصادر عن هذا الجمع الكريم، فإننا وبمشاركة سيادتكم نكرر التزامنا بتسريع تحقيق الأهداف المناخية المحددة في اتفاقية باريس والاستراتيجية الوطنية المصرية للتغير المناخ 2050، وكذلك أجندة التنمية المستدامة 2030، مع الاعتراف بالصلة التي لا تنفصل بين العمل المناخي والتنمية المستدامة،
ونشدد على أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل على جميع مقدمي التمويلات على الصعيدين الوطني والدولي والحفاظ على الملكية الوطنية، ونؤكد على الدور المهم لمنصات التنسيق المشترك مثل برنامج نوفي القابلة للتكرار على المستويين الإقليمي والدولي في تحقيق أهداف الأهداف المناخية الوطنية في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومرن وشامل. هذا ونعترف بأهمية الاستثمارات الاستراتيجية في الحلول القائمة على التكنولوجيا في إطار هيكل العمل على مواجهة التغيرات المناخية ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي هذا الحدث خير دليل على ثقة شركاء التنمية والمجتمع الدولي في الرؤية السياسية والإنمائية المصرية بعيدة المدى، وأن مصر عازمة وبخطوات ثابتة ورغم التحديات الدولية والإقليمية على استكمال خطة التنمية في القطاعات المختلفة والاستراتيجيات القطرية للتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف، والتي تمتد لتشمل العديد من المبادرات الوطنية المهمة مثل مبادرة حياة كريمة، برنامج تكافل وكرامة، برنامج التأمين الصحي الشامل، برنامج تطوير التعليم 100 مليون صحة، تطوير الإسكان الاجتماعي، برنامج تمكين المرأة والفتيات، دعم الشركات الناشئة والقطاع الخاص، البرنامج القومي للتغذية المدرسية وغيرها. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركاء التنمية من المؤسسات الدولية والإنمائية الشريكة في المنصة وعلاقات التعاون المشترك، وأخص بالذكر الشركاء الرئيسيين: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، بنك التنمية الأفريقي في محور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في محور الغذاء. كما أتوجه بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، وأخص بالذكر وزارة التعاون الدولي على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة ومبتكرة وإعلان النتائج والمخرجات فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية نوفي خلال عام من التنفيذ. وختاماً أؤكد على أن مصر تعتز بالشراكة الإنمائية مع مؤسساتكم الموقرة، ونسعى دائماً إلى ازدهارها وتحقيق كافة الأهداف المشتركة بما يخدم كافة الفئات التي تعيش على أرض مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.